بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اليوم ايش عندنا يا ابو زايد؟ اليوم عندنا بنسوي بط في المندي. يا سلام. ما دام جانا ابو زايد نقول للكيتو سلام لين يمشي ان شاء الله على خير. امه مطول. والمتابعين طبعا يقولون زاد وزنه شيء بسيط بس مع الحجر ولا ابو زايد؟ شلون؟ يقولون زاد وزنك مع الحجر. اهم شيء الاخلاق. ما شاء الله تبارك الله، كم كيلو؟ ما يبغى واجد. 2 كيلو ونص الحبه. ما شاء الله. طبعا هذا البط اللي بيضبط لنا اليوم، وش البط ده يا ابو زايد؟ هذا بط ولد بطه. بس. اجل لازم امشي بدري عشان ما اخرب الرجيم. لا لا عادي، ما عاد نبيك تجلس، نبيك تطول، احنا اصلا فاقدينك. اذا كم الله يستر عليك، كم ثلاثة شهور؟ اهم شيء بس خذ المسافه الكافيه، ترى الطاوله مترين. لا تاكل اكثر منها. طبعا عندنا البط هذا تجي الانواع هذه في الاسواق الكبيره، يجي شيء برازيلي ويجي شيء فرنسي ويجي شيء الماني. ما شاء الله مشحم يا ولد، كم وزنه ذي ما شاء الله؟ 2 كيلو ونص. شيل بيتك خلنا نشوف. 2 كيلو ونص. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اكيد بيسالون عن سعره، كم سعره تقريبا؟ والله سعرها الظاهر 45، حبه 45 ريال. طيب. وعندنا تتبيلتنا بابريكا، فلفل اسود، وزيت زيتون، وشوي ملح، وهنا كيوي. احلي كيوي بحطه عليه. كيوي؟ كيوي. ليش؟ علشان يعطينا مفعول جيد مع اللحم. بنحذفه وبنتبله. يعطي نكهه جميله للاكل ويساعد بعد في الاستواء. اقرب شيء طعمه وش يعني؟ للي معروف الكيوي بين الليمون وبين يعتبر يعني، بس في كيوي منقاوي ما اسمع عاليه فيه فيتامين سي. كيف؟ في كيوي منقاوي ما اسمع. لا هذاك اصلا ما تلقاه قليل بعد. بسم الله. التكبيره دي مين موافقه للكيتو؟ لا كلش موافق من الحين لين يومين ثلاثة ايام لين موافق الكيتو ما في مشكله. خلاص بروح ان شاء الله. اصلا تدري ان اللحوم والشحوم ما فيها مشكله كيتو، مشكله في الرز اللي بتزين، مشكله انا ما نقدر نتحمل يعني لازم ندوق. بقعد اشرح لنا الحين طريقه الرز ان شاء الله. طبعا تبلناها من داخل ومن برا. يا سلام. وبنحط فيه الكيوي. وين حطيت الكيوي داخل؟ ايه علشان يذوب. هذه اربع حبات كيوي غير اللي طحنت. ايه عشان يذوب مع الشوي في داخل البرمي. طبعا هذا رزنا بهارات عدله اللي هي معروفه اللي هي في الاسود مغسول. خلينا نتكلم وش في البهارات. طيب. اللي هو البهارات العدله اللي هو الفلفل الاسود وكزبره ولومي ودارشين وشوي هيل، لاني ماني بحب الهيل كثر مره لا قربت دافع الفلفل. وطبعا كشنه جزر وبصل وفلفل احمر. طيب. وحطينا مع شوي كركم وشوي زيت زيتون وصبنا عليه المويه، وهذا مستوى المويه بنزودها شوي. اشوف ورق غار. ورق غار. ما انت مغطيه اليوم؟ والله اني احس انه مشحم ذا زياده، عاد بشوف لان الخضار جاهزه في الصحن. اليوم طالبينك لا تغطيه، صف الخضار عليه على طول. بعدين تقول لي سمنت خراب الرجيم ترى لا 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 شوف، هو الدهون والبروتين ما عندك مشكله، المشكله بالرز، الرز ما ينتقام صراحه اللي انت تصلحه. فلذلك اليوم المفتوح ما هو بواحد، بخلي اثنين. لا خلاص بروح بكره، خلي يوم واحد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام. متحمس اليوم ابو زايد الله يعطيك العافيه. ما شاء الله ويا سلام. الله تبارك الله على الحباري. ايها ولا حباري جنوب افريقيا. كل شيء وقته حلو. حطينا ثنتين طول بنحط ثنتين عرض. السلام. طيب انت ما حطيت الرز، تبي ينقط شوي عشان يطلع طعم؟ لا لا ما يحتاج، لا لاني عشان بوزن الشبك. لان المهم انك تزن الشبك قبل تحط الرز، لا يصير الشبك مايل ويروح المرد في جهه. اذا تبغى تضبط الرز ضبط. بسم الله. وهذا الرز تحت. بسم الله. يا رجال دي غطت الرز، وش اسمها دي؟ الكندوره هذه من الشحم يوم اني اكرمها. شوف اسفلها ترى متحسحس. شوف. ما شاء الله تبارك الله. والحين الحين حركة بالقسام
تركبه الان وبعدين تفكه اذا انت على طول صح؟ اكيد. شوف اللي شده بيدي تخلي تهويه. بسم الله بسم الله. بنطول عليه 20 الى 25 نار عاليه، بعدين غيرها بنخليه ساعتين نبغاه يذوب. جاهز اقلط. يا ما شاء الله تبارك الله، التشكيل الكيوي يا ولد وين راح؟ راح عصير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله شلون على النتراك كبار. شواية هذا بس شواية. طلع طلع الرز طلع الرز. مضبوط ولا بس بس الاستواء لا تسأل دايب. ابشر ابشر. بسم الله. هذا قالوا لك حب ودهن ما شاء الله تبارك الله متوازن. قلع الحجر